ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وسلق المكرونه مدرسه. بجد يا شيف ده بقول لك اللي ما يعرفش حاجه بيسلق والله مدرسه. طريقه سلق المكرونه من البدايه، من بدايه تسخين الميه حتى الغليان، وضع زيت زيتون ملح عليها، دي مدرسه. ازاي يا عم الشيف؟ تعملي مكرونه سلطه لها طريقه سلق معينه، تعملي مكرونه بشاميل لها طريقه سلق معينه، تعملي مكرونه نجريسكو لها طريقه سلق معينه، بتعملي مكرونه هتدخليها في بعض الاطباق لها طريقه سلق معينه، وهكذا. حلو قوي. انا عايز المكرونه اللي معايا دي كده هعملها سلطه. طبيعي لما هعملها سلطه عايزها تاخد في ليفر وطعم في العجينه نفسها، لان احنا كلنا عارفين المكرونه تصنيع مش زراعه. الرز زراعه، البرغل زراعه، الفريك زراعه، اما المكرونه تصنيع. مكرونه مقاديرها على الشاشه، مكرونه بقدونس، زيتون اخضر، ثوم، عصير ليمون، وكمان شويه زيت زيتون في المكونات. ولكن حديثنا عن ازاي ان احنا نخليها تاخد طعم. وانت بتعملي المكرونه سلطه المفروض تحطي شويه بهارات مع الميه بتاعت سلق المكرونه، من الملح، فلفل، بابريكا، فص ثوم ني، تقوم المكرونه تاخد نفس الطعم والفليفر بتاع السلطه. دي المعلومه اللي انا عايز اوصلها لحضراتكم. عندنا طاسه على النار بنحط فيها قليل من زيت الزيتون. نعم، ما انا طلعتها فوق. وياني بيقول لي البطاطس اخبارها ايه؟ تعينك على البطاطس دي، انا عارف. هي خدت وقتها تحت وطلعتها فوق تاخد شكل، تاخد لون. ايه يا فندم، ايه فكرتيني بيها. ابن حلال، ايه تاخد لون زي البشاميل كده وزي الجراتات. زي الفل بقى، الدايبه دوب. قافل قافل يا زيزو. تعالوا معانا الطاسه اهي زي الفل. حلو الكلام. حطينا زيت، حطينا توم، حطينا زعتر، ما استناش عليه لما يحمر. انت بتعملي فته، فته لما تستنى لها لما تحمر، بتعملي سلطه. ده بقدونس، الله الله على طبق السلطه ده، هتاكلي صوابعك وراه. توم وزعتر وبقدونس، السلطه دي راحت في مكان تاني خالص. زي ما هي كده. حلو، التقليبه دي اخدتهم هنا حطهم هنا. الله، اظن كده احنا عرفنا الجواب بان من عنوانه. طبق السلطه بقى فيه الغالب الزيتون والبقدونس والثوم والزعتر، مش عايزينهم خلاص. سنه شباب صغيره، بصلايه ناعمه، عصير ليمون، دي التتبيله. حلو. المكرونه بتتعمل سلطه طبعا. ده بص، ما تعملها سلطه ممكن تقعد عندك يوم واثنين وثلاثه تاكل منها تبقى طعمها زي الفل. الزيتون ده بالسكينه كده. انا دايما بحب اطباق في اطباق المكرونه الزيتون، زيتون اخضر، زيتون اسود مش فارق، بس الزيتون الاخضر افضل حاجه لاطباق المكرونه. اطباق البيتزا الزيتون الاسود، المعجنات يعني. حلوه المعلومه دي. يفضل استخدام الزيتون الاخضر لاطباق المكرونه في حاله الطهي او في حاله السلطه، ويفضل استخدام الزيتون الاسود شرايح في البيتزا. ليه؟ ده طعم وده طعم، غير ان ده طعم وده طعم، عشان ما نبقاش بنفتي. البيتزا المتعارف عليها الزيتون الاسود يبقى على الوش. فكري كده تعملي مره بيتزا بزيتون اخضر، ولادك هيسالوك ايه دي يا ماما. ولكن لما تعملي لهم بيتزا بالطبيعه والشكل المتعارف عليه، هم يعرفوها من نفسهم ان دي سلطه، ان دي بيتزا. لان في حاجات من شكلها المتعارف بتتعرف، وفي حاجات بيبقى محتاجين ان احنا نفك الالغاز واحنا بنعملها. نعم، حاضر. والله انت ابن اغرفة انا احسن يعني. ماشي، برضه رؤيه مخرج يعني، رؤيه مخرج قال لي ايه رايك تقرفها في البيركس الازاز احسن. حلو، وادي المكرونه. حلو، زي الفل. نقلبها. الله، تاكل صوابعك. يفضل استخدام المكرونه الصغيره كمان في السلطه، بلاش المكرونه الكبيره. انا مش بحب الطماطم جوه سلطه المكرونه،
حب الاعشاب، زعتر، روزماري، بقدونس، ريحان اخضر. ممكن تريحي راسك من كل ده وده، تعملي البيستو صوص اللي هو الريحان واللوز وزيت الزيتون في الكبه، يبقى عندك معجون لونه اخضر كده، ده اسمه البيستو صوص. طلعينا بيفطروا بيه ويتغدوا بيه ويتعشوا بيه، وتخليه برطمان عندك. عايزه تعملي السلطه دي من غير رغي الشيف ولا معلومه الشيف ولا اتفرج على الشيف، هتطلعي البرطمان ده وعليه شويه مكرونه، بقيت عملت سلطه لطيفه. مش احنا بنتكلم الصراحه؟ والصراحه راحه اهي، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ لا هتحمري بقدونس بقى ولا حاجه، اهو زي الفل. واسمها سلطه المكرونه بالبيستو صوص، حلو قوي. خلصنا؟ خلصنا زي الفل. هطلع لك البطاطس دلوقتي واقول لك السلام عليكم. بس انا احب كده ازين المكرونه حاجه حلوه. طبع الشرقي فينا برضو، نعمل سلطه مكرونه، نعمل تبوله، نعمل شفت البصل ده على وش السلطه حكايه. ألف هنا وشفا. طلع المكرونة من الفرن. حاضر يا باشا، شيل كل ده كده بقى ونروق الدنيا ونقول احنا عملنا ايه النهاردة ببساطة جديدة. مطبخنا بساطة، سهولة، مرونة، قدرنا ان احنا نخترق بعض المطابخ، ولكن للأمانة هي خبرة طهوية مش اختراق ولا حاجة. ولكن احنا دايما نقول لك الأكلة دي ايه، فأنا بقول عشان نبقى حضراتكم عارفين الأكلة دي، الناجتس دي حاجات فاست فود بتتباع في بعض السوبر ماركات كلنا عارفين، بتتجاب ولادنا بيحبوها، انت تعملها في البيت تبقى لطيفة وجميلة. انا عملت كمية كبيرة للأمانة، وتكلفتها الفعلية تكاليف بسيطة وسهلة، ولكن تعملها لولادك، ولادك هيهتموا بيها وبيحبوها، وانا شخصيا بحبها.